صباح الخير لمشاهدينا، اخبارنا متنوعه مثل كل يوم. رح نبلش بخبريه كثير بتهم، فينا نقول شريحه كبيره من العالم، لانه رح نحكي عن هالحكمه اللي هن بلا حدود، اطباء بلا حدود اللي هن منتشرين تقريبا بكل الدول اللي عندها مشاكل، فينا نقول عندها حروب، عندها مشاكل فينا طبيعيه مثل كوارث طبيعيه مثلا، او حتى حالات صحيه كثير متطوره. هل اطباء بلا حدود كمان حسنوا من وضعيتهم، بما انه كان بوقت من الاوقات بيعملوا خيام، وهالخيام هي بتكون مثل المستشفى لحتى يعالجوا المرضى، وهن على طول بيكونوا على الخطوط الاماميه، حتى يمكن عم بالجبهات بيكونوا كمان على الخطوط الاماميه. الفكره بهالتحسين هي استعملوا كايند اوف عم نشوف مثل تريلر، هالتريلر هو مستشفى متنقل، هالمستشفى بكل سهوله بيقدر يكون حاضر ومستعد ليبلش العمل فيه بحوالي 3 ساعات، كما وانه كمان بينضب بحوالي 3 ساعات، يعني الفكره صارت بيقدروا يكونوا اقرب، تنعتبر اذا في بحاله حرب بيكونوا اقرب للجبهات الاماميه وبيقدروا يسعفوا الناس بسرعه اكثر. هل فينا نقول هل اوبيفان هلو بيفان مجهز؟ مش حسيتك هيك تفاجأت، بس انا ناطرك بس تفوتي، كنت ناطر حدا تاني مثلا. هلو بيفان مجهز بكل شيء، يعني كل شيء ما عديت بحاجه للحكمه ليقدروا يعملوا العمليات مثلا موجوده بقلبه، حتى كل الاكوبمنت، مش بس الاكوبمنت، كل الاحتياجات اللي اذا بدك الطبيه من 100% موجوده بقلب هالفان. بنشوف هون بقى عم نشوف بالفيديو انه كله بيتحضر وبيقدر يشتغل لمده اسبوع بلا ما يعوز اي شيء، وبهالاسبوع في يعملوا عده عمليات. اطباء بلا حدود، اطباء بلا حدود عم نشوفه من جوا، في غرفه عمليات، في غرفه انعاش، في كل الامور اللي بحاجه لها، ومجهز اكيد وين ما بيكون، يعني بالوقت الحاضر عم بيستعملوه بالموصل، كانوا بالعراق، حراره عاليه ما في اي مشكله جوا، وكل الأدوات معقمة بطريقة أكيد لحتى ما تضر المصابين أو الموجودين جوا. فالفكرة أدي بحاجة، نحن أدي بحاجة 100%، يعني أوقات حتى الصليب الأحمر يعني عنده صعوبة أنه يدخل بمحلات، يعني أدي هون مهمين يكونوا كلهم متواجدين مع بعض. والسرعة هي أهم شيء، في حاجة لألهم 100%، يعني كان بالبلدان الفقيرة أو بالبلدان اللي فيها حروب. هن إذا بدك بالسنة الماضية عملوا فينا نقول أو ساعدوا أو أنجدوا 30,000 شخص ب70 دولة، فتخيل قدي النسبة كتير عالية عم بيقدروا يساعدوا. هالأطباء هني متطوعين، هني أطباء بلا حدود متطوعين أكيد. وهالفكرة كلها هي مبنية على الدونيشنز اللي بتجي من عدة أفراد وأشخاص، اللي هي عم نحكي 90% من أشخاص ما حدا بنعرفهم، أكيد ما حدا بيعرفون، ما بيصرحوا عن حالهم، و10% من شركات. فكل هدول الأمور انوجدت لا يساعدوا كل المحتاجين، إسعافات يعني لقدروا يعملوا هالأوبيفان، معناتها في دونيشنز، معناتها في ناس مأمنة بهالقضية فادية، لأنه هيك قصص نحن بنعرف قدي بتكلف وقدي بدها مينتننس وقدي بدها متابعة، يعني عرفنا أرقام. أي هذا الفان بكلف تقريبا حوالي 1,140,000 دولار، فبالوقت الحاضر بس هو في هلأ واحد حاليا بالعالم، هلأ في واحد رح يصير في 5 عم يبرم أو بعدنا بفرد محل للحاجة، يعني هو الكتيرة exactly. بآخر شيء كان بالموصل بهلأ من حوالي شهر للإسعافات اللي هن كانوا بحاجة لها. رح ننتقل لروح التكنولوجي كمان بأفكار شوي مختلفة. خبرتك إنه بي إم دبليو صار عندها نيو بورن، فينا نقول الفكرة مبروك. نعم، الفكرة هي هالسكوتر، ما كان عندهم سكوتر بي إم دبليو، وهالسكوتر رح تصير تنباع مش بس ب فينا نقول معارض بي إم دبليو أو الشركة، تنعتبر مثل ما نحن بنقول رح تصير تنباع وين ما كان، يعني بحال محل يمكن بيبيع بسكليتات رح تنوجد هالسكوتر، بما انه اتس بي ام دبليو بنعرف انه هي هيك لنشوف هالسكوتر اذا يستعمل ولا بده شهاده لنقدر اكشلي ما بدك لا درايفنج لايسنس له ولا حتى هلمت،
هن هيك بيقولوا بيوروب ولا ندرس ثلاث اربع كتب. لا لا لا, لا ما بدها شيء هين كثير, بس بمجرد انه يكون عندك هسكوتر هي كمان الكتريكال بذات الوقت, انت لازم تجريها او تكرجيها لسرعه 6 كيلومتر بالساعه, وبعدين بتحطيها لسرعه هي بتشغل على خمس سرعات, والخمس سرعات هن محددين, يعني انت بتقلعي ب 6 كيلومتر بالساعه ترجع تنتقلي ل 8 12 18 لا توصل ل 25 وهي الفكره انه بتمشي حوالي ال 25 و 35 كيلومتر. هن بيقولوا this is for the last mile, last mile لانه بيوروب عاده تيفوتوا على المدينه كثير عجقه بصفوا يمكن بباركينج برا او بيتنقلوا ب المترو لمحل معين وبعدين للمكتب. هيدي بتساعدهم, هيدي بعدين للمكتب بيتقلوا, هيدي هي اسوي بدها تكون يعني. والحلو انه بتنضب فولدبل وفيك تحطيها تطلعيها حتى بالمترو او بباص ما في عندك مشكله لانها فولدبل. اوكي سو هيدي فكره فينا نقول كثير حلوه يعني كثير حلوه الديزاين بعقد وحتى الديسك بريك تبعها معمولين بطريقه كثير فعاله لحتى بين البسيكلات وبين السكوتر صح يعني نص صح والدواليب بينفخوا لحتى هن شوي تو ابسورب كل هالفايبريشن لانه ما في عندها سسبنشن اذا لاحظتي. مبروك لك هو بالنهايه صحيح هو بالنهايه لانه رح لك ليه لانه هن بلشوا بي ام دبليو بالموتويات اول شيء بلشوا بسنه 23 بالموتويات سنه 29 صار في عندهم سيارات وسنه 45 صار في عندهم بسكليتات بسكوتر هلا اخروا فيها اخروا كثير مع انه هن جربوا بوقت من الاوقات حتى يكون عندهم بسكليت رح فرجيك اياها تكون فولدبل كمان وموجوده بقلب سيارات بي ام لحتى يعملوا هاللاست مايل. هذه عن جد البسكليتات كلهم لازم يكونوا بينطووا بس ما الفكره وبينضبوا. الفكره انه ما نجحت كثير ليه ما بعرف ليه ما نجحت هالبايسيكل بس تنشوف السكوتر ان شاء الله يكونوا عوضوا هلا يمكن من هيك نطروا ما فيك تعرف ان شاء الله يكونوا نطروا ويلاقوا 100% ف this is the new product from BMW هيدي البسكليت اللي اكزاكتلي Okay. الفولدبل اللي هي موجوده عم نقل بسرعه شوف الصور هذه هي رح تكون روعه متى بدها تصير موجوده بلبنان؟ على بالعالم نزلت؟ على كريسمس قربت بديسمبر اسعار عرفنا شيء سعر تقريبا اقل شوي من 3000 بعدها اتس بي ام دبليو سبور يعني لا بس انه بتعرفي ال البراند اتس ذا براند نيم واكيد كل شيء تكنولوجي بما انه اتس جيرمان تكنولوجي كمان بيكون احلى 100% ثانك يو لك فادي هذه كانت اخبار تكنولوجي بناخذ بريك صغير بننتقل لاوتو فوكس خليكم معنا